حتى السبعينيات عاد وليت شي شويه كان كيصوب لي واحد الصديق ديالي الله يذكره بخير في القنيطره، كيصوب لي بالكادوما، حتى هو باه خدام في الغابه. نعم. وكيصوب لي واحد لوطار هذا صوبو مزيان وجلدناه، لحقاش الناس تما كيوزعوا دوك الوزاعه كيديروا الوزيعه من جمعه لجمعه، وشرينا واحد الجلده وصوبنا هذاك اللوطار وركبنا ليه غير السبيب. البسيو. ايوا بقينا كنقطعوا. تم الميلاد ديال الفنان محمد مغني. طبعا الميلاد كان سبقوا ميلاد اول، لان عمتك اللي رباتك. هي اللي ربتني، هي اللي خلاتني معنا واحد. حتى انا بقيت بوحدي. ولكن هذاك الصوت ملي كنقولوا بالنسبه للسي مغني ما كنقول ليه الرحى، ديك الرحى عندها شي معنى لك في حياتك السيد؟ كيفاش؟ لان الاغاني ديالها بوحدهم. من الصغر ديك كتسمعها كتغني وكدير كتغني وداك شي حزين. سبحان الله، عطيني شي مثال الله يخليك من هاد الاغاني اللي كان ليها حتى الايقاع ديال الرحى ايقاع دائري موزون بوحدو. ياك سي فيصل، عطينا شي نموذج لو سمحتي يا سي مغني. ايوا كتشد سيدي الرحى. ياك بغيتو نسمعو مغني ياك؟ تفضل. دابا هذيك الرحى دابا كي هذيك كيطحنوا في الصباح بكري. هادشي راه بكري دابا كينوضوا العيالات دوك الحادكات باش يطحنوا هذا. حيت كاين العيالات باش يطحنوا. هو كاين الشعر. ما بقاش دابا كاع الطحين كاع هذا كلشي الخبز الحمد لله موجود. موجود الحمد لله. كلشي موجود الحمد لله. الشعر مفروغ، كاين اللي كتشعر على خوها مات ليها في السايبه. كاين اللي كتشعر على 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 على, 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 على شي حد كتبغيه. كان الشعر ديك الساعه كان فيه بزاف. ايوا مسكينه كلمة تعاود لي الله يرحمها ويرحم جميع المسلمين. مالي يا مالي يا مالي ويا مالي ذا خير غماس نقيضا ووردات تران ويقول ذالي ولدا بالوين نوم ومالي يا مالي ويا مالي إذا ذكر غماس يضاوي وإذا ترن يقود لي ولدي بالوينا مالي يا مالي ومالي إذا ذكر غماس يضاوي وإذا ترن يقود لي ولدي بالوينا ويا يدرخ غرجاج نوج مولي في غاوي غرزو غاد بدايك سبغا ينا وينا وعرضنا ينوم. الله الله الله. محمد مغني ذكريات طفولة. السي فيصل غادي تغني لنا جوج الاغاني في اغنيه واحده. الشق الاول هو تكريم للراحل محمد رويشه، والشق الثاني تكريم ليك بنفسك في هذه اللحظه ديال تكريم السي محمد مغني. قبل ما تغني شنو الكلمه ممكن تهديها للسي محمد مغني؟ كيعجز الانسان في الحقيقه باش تقول كلمه في حق هرم بحال السي محمد مغني، ولكن حنا كنشوفوا فيه يعني كنشوفوا فيه ريوسنا ملي كنا صغارين، ومنهم تعلمنا ومنهم شربنا ومنهم تسقينا من الفن ديالهم، والله يكثر من مثالهم بحال هاد الناس هادو بحال هكا ما بقاوش. اوريا هو ايناس ايناس معا غيغنيو منا الفنان فيصل في تكريم الفنان محمد مغني. فيصل تفضل. ناس ما يريخ ما يريخ ما يريخ هذا سيخز من هذا سيخز من النور يوفين أو النور يوفين النور يوفين أو النور يوفين ما غنسي شي والنبي تقول ناس 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 ما يريخ ما يريخ ما يريخ
أوركسترا فيصل، ثنائيات الأغنيتين لمحمد رويشة ولفيصل، إهداء للفنان محمد مغني. سيتيو سي محمد، مرحبا بك معنا في برنامج مسار. سي محمد مغني، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مسار محمد مغني ما كانش غيكون لو ما كانش الفكرة جات من عندك، هذه الشهادة تبقى للتاريخ. فشنو كيعني لك هذا السيد اللي انت دافعتي عليه، خصوصا انت ابن المنطقة، ابن الشق العربي من منطقة الأصل المتوسط، أي منطقة مولاي أبو اليعزة، مولاي أبو عزة. مولاي أبو عزة، بالفعل أنا ولد مولاي أبو عزة. كنت مني كنت صغير قريت، ومن بعد مشينا لأبو القاسم الزيني باش ندير الثانوية، لحقاش ما كانش عندنا الثانوية. أولا حصل لي شرف كبير أنني شارك في هذه الحصة هذه اللي خصصوا لهذا، ما نقولش الكبير لحقاش الكبير هو الله، وين هذا العملاق، هذا الإنسان اللي عطى بزاف للتراث الأمازيغي خاصة الزياني. والشرف الثاني هو أن اليوم وصلنا باش نعطوه الحق ديالو ونعترفوا به. لحقاش مغني الأستاذ محمد مغني في المنطقة راه ما كاينش اللي ما تيبغيهش. محمد مغني ما عندوش الأعداء ولا عنده اللي عنده، غير صحابه وخوته اللي تيبغيهم. شوف الإنسان، أنت تشوفه إنسان خجول طيب ومسكين لحد الآن ما خداش حقه. لحقاش الفن وصلوا للعالمية. هو أنا سمعته في أمريكان، سمعته في تشوكي سلوفاكيا، سمعت الأغنية ديال محمد مغني. غير هو واحد طريفة ساعتيق. أنا من مشيت من مولاي بوعزة الخنيفة باش نقرا، كانوا تيطلقونا من الانترنت نهار الحد، وكنت نسالا تما في الوسط ديال المدينة. وأول مرة تنسمع محمد مغني كنت هيران ياك. كان واحد السيد تيبيع دوك لي فينيل ديال بكري وليك الكاسيت، وسمعت الوطرة سكون أبل في لا ريجون ديالنا حنا تما الوطرة، تنسمع داك الشيء سي دي بلوز، سمع داك الوتار تيبكي. ما تيلعبش بك الطريقة أن الإنسان بغي يشطح 50 واحد ولا 60 واحد ولا 7000 واحد، لوتار تيتجاوب معاه. محمد مغني من تيلعب لوتار تيلعب بحال شي واحد تيلعب الجيتار ديال الفلامينكو. فلامينكو تيزعما تيلعب بصباعو. فيه النواح وفيه الحزن. فيه حزن بزاف، فيه حزن بزاف. إوا وصلت لديك زنقة وهران تنسمع هذيك الوتار، واحد السيد كان تيبيع لي كاسيت، بقيت غادي غادي وأنا صغير ديك الساعة 10 سنين 12 عام، وبقيت نسمع هذاك النغم زعما ما كاينش غريب منه. قبل سي محمد مغني تنذكروا بزاف، قال لكم ذكروا امواتكم بالخير، سي محمد درويش الله يرحمه وسع داخل القبور، هادو من البريكيسور اللي عطاو ديك الوطره، عطاوها واحد النمط اللي وصلت للعالميه. فعلا نعم نعم. علاش هادشي تنقولوا؟ لحقاش هادي شهاده. انا عشتو هادشي في اوروبا، عشتو في امريكان، وعشتو زعما. اليوم تنتمنى من الله ومن المكلفين انهم يشوفوا حق هاد السيد هاد الاستاذ الكبير. لحقاش مسكين الحقوق ديالو ما خداهاش. كون كان هاد السيد تياخذ الحقوق ديالو كون ما عرفش. ناخذ واحد النكته لا سمحتي سي مغني، قالوا لك واحد المره، والسي المكي هو اللي كنذكرني بها، والسي الفنان باسو، شي مره عيطت عليك المكتب ديال حقوق المؤلفين قالوا لك اجي راه عندك شي بركه غتجي عندنا ياك. حكينا القصه الله يجازيك بخير، واخا ما فيها ما يتعاود. تفضل السي مغني. ودابا المكتب ديال حقوق الانسان، حقوق المؤلفين، حقوق المؤلفين هذا حقوق المؤلفين بان لي دروا دو تور، الحقوق ديالك هما هما المحامين ديالنا. نعم. هما اللي كيعطيونا ديك البركه مقابل الابداع ديالك من العام للعام. من العام للعام هادشي من العام للعام. واخا سلسل عندك تليفون الو سي مغني اياه اجي عندنا عندك شي بركه. وكان تخلصوا كنجيو من خنيفره الفاس. نعم تلفاس. ايوا في ديك الوقت معنا بغيت نشوف شي مول، شي مول طومبيل اللي غادي يديني باش نمشي مع ما نفسح، ياك ما نلقى شي بركه مزيانه. وهذا ايوا ديك الوقت هذيك دي داك السيد ب 30 اورو 30 الف فرنك ديالنا حنا 6000 ريال. وديتو وصلنا فاس، مشيت عندنا عطوني واحد الشك عرفت برا، لقيت فيه 4200. بقى الفرق، بقى الفرق باقي كتسلم الفرق ديال النقل. مازال عندي ذاك الشكل دابا محاوده ما صرفتيهش. لا مازال عندي. ما صرفتيهش عندك تصرف مع الناس راه غيدخل المتحف ديال التاريخ. لا خليه مزيان هذاك. نعم نسترحوا شويه مع الفنان باسو اللي تيكلك التقدير ايضا، ويقدم واحد البوصله فكاهيه بطريقه ديالو. شنو غيخرج لنا في هذه الفكاهه ديالو اللي هو ولد الاقاليم الجنوبيه، ولد الصحراء، وبشكل امازيغي وبشكل عربي وبشكل مغربي اصيل، غيضحكنا ضحكه ان شاء الله تتلائم مع السياق ديال الجلسه الطيبه بصحبة الفنان محمد غني سي تيو سي والفنان مكي أكنوس. باسو السلام عليكم جمهور البوغوس، كيف الحال؟ سي عتيق بن شقر هاو ار يو دوين؟
كي داير انت مزيان سي مغنية زول فلاك ما يتعنيت تهنى الوقت الحمد لله سي ربي بارك الله تجي الماني حلاوة وال كلشي يزيد كنجوع على شي تواب ديال تركيا كلشي مزيان. وهو على ذكر الطريفة اللي في الحقيقة هي مضحكة ولكن كما كيقول عاتق بن شقر في التقديم ديالو فيها القليل من الآلام القليل من الجراح والقليل من داكشي. ف سي مغنية عيطوا ليه باش ياخذ الحصيصة ساعة لقى 4000 قالت ليه السيكريتيرا ميرسي بور لا بريزونس قال ليها شكرا على القلب. سي مغنية يكون غير جمعوا ليه 1000 ريال في كل أغنية غناها كون راه ولا دابا هو المساند الرسمي ديال شباب أطلس خنيفرة واش كاينة ولا لا. وهذا أكبر دليل باللي الحمد لله المغرب بلد ديمقراطية لا فرق بين مغني واللي كيبيع القزبر إلا بالتقوى. شوف كذب عليك وباش تولي فنان في المغرب راه ماشي مسألة داك الشيء اللي كدير ولا راك واعر لا خصك ثلاثة الوصفات ثلاثة الحاجات الأولى شنو هي ما خصكش تكون بعيد على المدينة بكثر من 25 كيلومتر علاش غتحصل بك التلجة في تيشكا ولا في ملشي خصك تضرب الدورة على موريتانيا باش تدخل لولاد زيان هالولا. ثانيا خصك تكون كتقن إحدى الرياضات التالية الأولى التبلحيس على وزن التنس ثانيا رمي الجلة أو ما يصطلح عليه لدى الرومان الحيس الكابا ثم في الأخير السباحة على البطن حواجز أو ما يصطلح عليه بيع الماتش. وحبذا إن كان الفنان يتقن رياضة الكيك بوسين ليدين فإن مروره إلى الشهرة سيكون سلسا لينا ومرنا والله ولي التوفيق وهو القادر عليه. المسألة الثالثة هو أن تكون لدى الفنان كالة وعندما نقول كالة بفتح الكاف وإسكان التاء فالكالة هنا مؤنث وبالتالي فالتأنيت هو ضروري وليس اعتباطي كما يقول ديكارت في العلاقة بين الدال والمدلول الكالة مؤنث وبالتالي فقد كذب المثل المغربي القديم الذي يقول باك صاحبي الآن باك ما قضى والو جيب شي واحد اخر جمع المؤنث الجميل وصدق الشاعر حينما قال ليس الفتى من يقول كان ابي ولكن الفتى من يقول هاك خالتي. وصراحه ملي كتفرج في التلفازه كتلقى شي وجوه والله العلي العظيم بقوه ما كيبانوا كتشك فيهم بحال الا كيجيوك من العائله يبيعوا لك الصابون يبيعوا لك جافيل يبيعوا لك تعبئه يبيعوا لك السدادر يبيعوا كل شيء. أرى واحد السيدة كاع راه دارت هري وسط التلفازة الإشكال هو بقى ليهم غير حالة الطقس والنشرة الجوية باقي هي اللي ما كيديروش. المشكل الآخر واحد النهار كنت كنتفرج أنا والواليد في واحد ليميسيون شوية خرج لنا واحد السيد من وسط التلفازة ضفنا البريز حيتاش ديالو ما يمكنش. قال لي الواليد شوف أولدي هادو راه إرث معماري هادو راه من التراث المغربي الأصيل راه ولاو بحال الدار إيوا حرام ما يبانوش كل إشهار. ودابا علاش مثلا كنتسائلوا علاش سي مغني مثلا ما كيبانش في المهرجانات وعلاش مثلا في السيت كومات وفي شي برامج كتلقى نفس الربيع هما اللي كيبانوا علاش داكشي داير بحال ناشونال جيوغرافيك ابو ظبي كتفرجوا فيها داك الدب بالروسي كيتجمعوا بعضياتهم كيخرجوا بعضياتهم كيصيدوا وكياكلوا الفريسه مع بعضياتهم وبالتالي صعيب على فنان نقي ياكل من نفس الكميله. هذا الاشكال الاول. الاشكال التالي ان الخريطه الفنيه في المغرب دايره بحال الخريطه ديال الكره وبحال السياسه الا لاحظتوا الانتخابات الاخرى اللي داز راه شي مسؤولين حلفوا لا تفكوا على المناصب ديالهم لاصقين في الكراسي بحال القراده. راه واحد المسؤول بقى فيهم والله الا كانوا غيدفعوا افاسونطر المنتخب عيطوا للزكي قالوا له يا ودي راه سمعناك عندك مشكل ما كاينش اللي يخشي في الشبكه قال لهم يا عتقوني قال لهم راه عندنا واحد السيد سنين وهو كيخشي في الجيب والله ما زقل حتى صفقه قال لهم اتوني به. والمشكل في الاحزاب ديالنا هو كتلقى 400 حزب ولكن عندهم نفس الاهداف كوبي كولي كيفيق في الصباح كيقول الو السلام السي الحاج الله يخليك عندك الواتساب ديالي لوح لي الاهداف ديالكم راه باقي ما فاقوش الدراري. جميع الاحزاب كيقول لك اسيدي بغينا نحاربوا الفساد هذا الحزب كيجي بغينا نحاربوا الفساد كيجي الحزب الاخر حنا اللي بغينا نحاربوه كيجي الاخر. وبالتالي المغرب شنو فيه فيه الاحزاب والشعب ولبنى ابيضر حيدوا الشعب مع لبنى شكون اللي بقى نتوما ايوا طلعوا لنا المفسد شكون هو عثمان كوزان ما يمكنش. نرجعوا للبنى مع الشعب لا لبنى ما خصهاش تبقى مع الشعب خصها ترجع لنا والله الا لبنى هي اللي عبرت بالله فيلم واحد قضى الله الغرض ما كانش عياو الممثلين مساكن ما هذا الله يرحمك يا البسطاوي وابن ابراهيم لا شوف ضربه واحده
داكشي شوف وداكشي راه ما ساهلش. الله لو لو يدخل لبراني دابا كيسولك عليها اكثر من جمع الفناء. وداكشي راه ما ساهلش. اش حماش كيقول لك لا التمثيل ساهل؟ لا راه صعيب. داكشي راه فيه الخدمه. كاين التكرفيس في داكشي اسمح ليا. او كاين الخدمه كاين التكرفيس طلع الورا ما كيحس بالمزود غير اللي مضروب به. اسمح ليا. هذيك النهارات اللي جات جينيفر لوبيز وهذا والناس كيقولوا الفنان المغربي قال لك اسيدي علاش كتجيبوا البراني وكتعطيوه بزاف وحنا كتعطيونا قليل؟ اسمحوا لي كتعراو بحال البراني؟ ها؟ اسمح لي بين لينا نبينوا لك. راه كيقول لك عري على كتافك عري على كتافك وهي تعري على هذا وفوالا. هاجلسوا راه غادي تشدوا كاملين ها بلاش. ديك النهار جا عندي واحد السيد قال لي بس هذا الشيء عندك زوين واش انت اللي كتكتب السكيتشات على راسك؟ قلت ليه كتعاونني ماما. قال لي بغيتك تدوي على المفسدين. قلت ليه ويلا تشدي تخرجوني انتم المحسنين. وكاع السيد حنا صوتنا عليه باش يدوي على المفسدين ويحيي المفسدين وقال لي دا ياس وي كان غير دخل القضيه سخونه تما وقال لهم ياس وانا مالي. شكرا 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 الفنان باسو على هذه الاطلاله الخفيفه والجميله واللي فيها رسائل مشفره قدمها لنا السي نبكي. كنرحب بكم مره اخرى مع السي عبد الواحد الحجاوي اللي واحد مطرب اللي ظهر في واحد الفتره معينه ظهر في السبعينيات وثم الثمانينيات درتي مع حدا وعكي وبالنصر وخويا. مرحبا بك السي عبد الواحد الحجاوي رفيق ديال السي مغني وبغيت تقول في حقه كلمه. طبعا الناس يعرفوك الجيل ديالك يعرفوك مزيان ولكن الجيل ديال السي مغني انت بينهم شنو كتعرف على السي مغني؟ مساء الخير وتحيه للقناه الثانيه تحيه لهذا الجمهور الكريم والمشاهدين وتحيه للمحتفى به الصديق والفنان مغني محمد اللي هو كتربطني به واحد العلاقه ديال الصداقه ديال 40 سنه وصداقه اللي ما عمرها ما تغيرات من نهار اللي عرفته. بقات ديك الصداقه كاين واحد الاخلاص في الصداقه واحد الاحترام متبادل. وشنو كتعرف عليه من خلال هذه الصداقه العشره هذه؟ النظر عليه كفنان لان هو دابا ولا رمز عندنا حنا. سي محمد مغني راه رمز ماشي نقول لك هرم لان هذا هرم شي حاجه داخله علينا حنايا. قول اطلس ولا فوالا عندنا ولا تبقال عندنا رموز ديالنا وهو هذا تبقال هذا تيشبه شجرة الأرز. صحيح لأن كاين التربة ديال النمو ديالها وكاين العلو فين كتنبت وكاين الكليمة ديالها والشموخ 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 ديالها والأصالة اللي فيه هو أنه ما تيدخلش عليه شي حاجة شي نغام آخر اللي يشوش ليه على النغام الأمازيغي ديالو. هذا هو الجميل في المغني لأن إنسان اللي يستطع يخلص ويوفى اللون ديالو لانك تعرف الفنان من وراء واحد الركود او لا واحد التهميش او لا واحد الاقصاء تيجي الشك في راسو. اي فنان تيشك في راسو تيقول ربما انا مني الخطا وتينوض يغير في الاسلوب ديالو ولا هو بقى صامت ضد التيارات في اللون ديالو صامت في سميو وبقى مخلص له. والنغمات ديالو نغمات امازيغيه علاش؟ لانه هو مغني اصلا هو عطى ربي واحد الحنجرة مزيانة وكان كيغني هو ملي تيبغي يعزف لا يعزف موسيقى يعزف الأشياء التي يغنيها. يعني ملي تيسمع واحد اللحن أمازيغي تيحاول يخرجه ببساطة. يعني وتا النغمات اللي كيدير نغمات أطلسية لأن ما دخلاش عليها شي نغمات أخرى بقى محافظ على اللون ديالو ولا رمز لان هذا الاخلاص باش تبقى خالص لهاد المده الطويله
تبقى انت خالص لهذا اللون ديال الصامت راه ماشي سهل. كي قلت لك اي فنان راه تيجي يشك في نفسه تيقول ربما انا العيب فيا، راه نغير، راه نجدد، لا هو بحال شجره الارز ما كتزعزعش مع الريح. وكاين نعم وكاين الشكل اللي ديالو عاوتاني اللي جميل فيه هو كنقول له انا خوليو ديال الامازيغيه، لانه هو الفنان الوحيد اللي يقدروا يتصنتوا ليه كاع الفنانه. يعني احنا كاين واحد يجمع واحد اتفاق الفنانه ديال الاطلس كلهم، ما كاينش شي فنان اللي ما تيبغيش مغني. هذه راه ما حتى المنطقه ديال الاطلس المتوسط كلهم يجمعون على ان مغني رجل محترم فني. ولا رمز السميه ديال المغني سي مغني، منين جاتك تسمية مغني؟ مغني ميكروفون ميكروفون غير من مغني جات. من مغني جات نعم. من مغني نعم. تبقى عندك مشكلة سي مغني هو الأرشيف الصوتي، ما عندكش واحد يعني ما سجلتيش أغانيك بالنسبة للأجيال القادمة، ربما سي المكي جمع شي حاجة ما عرفناش القيمة ديالها. أشنو الحيز ديال المصنفات الموسيقية ديال المغني بالنسبة للكنوز اللي عندك؟ أستاذ عاتق أنا الخزانة ديالي تحتوي على أمهات ديال 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 السمعيات ديال الأطلس المتوسط. إلا كانت خزانة ديال بغداد تحتوي على الكتب، فالخزانة ديالي تحتوي على الصوتيات. عندي أنا من لي بوبين عندي تسجيلات ديال 1908 و 1902. نعم. ومغني ومغني عندي أنا صنفت الخزانة ديال صنفتها كل واحد، حيت لقينا مشكل مغني الصوت ما عندوش. مغني عندي 1536 شريط ديال المغني. 1536 تبعتو سنين منين بدا وكيفاش غادي نجيبو الناس اللي كان كيكس معاهم مغني. بديت كنحاول نتصل بهم على أساس أنني ناخذ داكشي، وفعلا فاش عرفوني بأنني أصبحت عاشق وعابد وتاني لهذا الشخص، بداو كيعطوني هذاك الشيء باش نحتفظ به. غير باش نعود لواحد النقطة مهمة شار لها الأستاذ على النغم ديال سي محمد المغني. سي محمد المغني الأغنية ديالو كيضربها في البرومي، معنا أستاذ ديال السي حجاوي، الأغنية ديالو كيحطها في البرومي، ما كيتجاوزش ثلاثة الخيوط ديالو. كتسمع داك الشيء اللي غايقول بصوته راه في الخيط الأول راه كيديرو، ولكن اللي نبغي نطرحه شنو هي الشفره باش كيتحل المغني باش يبدع. الشفرات فاش بدا في السبعينات لقى صوت جميل ديال فاطمه والسيدانت وابداع السي محمد المغني. فاش كتكون معاه فاطمه والسيدانت يصبح صوت مغني كانها قطار، ديك القيطاره اللي كتعزف جميع المقامات المختلفه. جات الحقبه ديال الثمانينات جات الشريفه، فاصبح صوت مغني كانه طائر ينتقل بين الأغصان المثمرة. ولكن إلى عدنا على الريبيتوار كما قلنا السي عاتق لا يحده لا النظر والوصف. وفاش كنقلب أنا في الريبيتوار ديال السي محمد أنا براسي كان أقيف مشلولا. وهنا كنرجع للمقولة ديال مانويل كانت عندما وصف الأعمال الجميلة التي تتصف بالشموخ والرهبة، عندما قال عندما يقيم الإنسان لروعة هذه الأعمال يقيف مشدوها مشلول اللسان. وفعلا اجريت وقعه هذه المقوله في الاعمال ديال سي محمد المغني. شكرا السي المكي اكنوز، شكرا السي عبد الواحد الحجاوي. الان غادي نمشيو عند سي تيوسي ولد مولي بوعزه اللي هم المحبين ديال الفنان محمد المغني، غيهديه اغنيه من الجديد ديالو من الالبوم ديالو اللي هي يا دنيا جديد الفنان تيوسي اللي عنده باع طويل في الابداع كمغربي من مغاربه العالم. الفنان محمد تيوسي والفرقه ديالو، مرحبا بكم يا دنيا.